في يوم 10/6/2019 بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد أنه بصدد إعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لموسم 19/20. مش أنا اللي بقول، الملاحظات أمام حضراتكم أهو. يوم 10/6/2019 الاتحاد المصري بيصدر بيان أنا هعمل لائحة جديدة يا جماعة والمشروع بتاعها هبعته للأندية. لم يتم إرسال المشروع للنادي الأهلي. طيب يجي النادي الأهلي في 29/7، النادي الأهلي يطلب رسميا، مش يطلب بقى بالبق، مش بيطلب بالكلام، لا بيطلب رسميا جميع اللوائح المنظمة لموسم 19/20. لم يتم الرد على خطاب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. في 24/9 الاتحاد المصري يرسل جدول مباريات الدوري العام من الأسبوع الأول للأسبوع 17 من غير مواعيد ومن غير ملاعب، أو من غير تحديد ملاعب. في 17/9 النادي الأهلي يرسل مجددا طلب اللوائح قبل انطلاق مسابقة الدوري، علما بأن الاتحاد حدد يوم 21/9/2019 اللي هو كان بداية الدوري العام المصري، وتم إجراء القرعة يوم 12/9. هل تم الرد على خطاب النادي الأهلي؟ لم يتم الرد على خطاب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة. يوم 20/9 النادي الأهلي يستلم نظام وشروط مسابقة الدوري العام لموسم 19/20، متضمنة نظام وشروط مسابقة الكاس والسوبر ومنشور وتعليمات القيد فقط. ده يوم كام؟ 20/9 قبل الدوري بيوم واحد. ولكن تم فعليا تفعيل اللائحة الجديدة في العديد من بنودها، وعليه لا يمكن الرجوع إلى بنود لوائح سابقة سواء من حيث المضمون أو الشكل. ده يوم 20/9، يعني إيه؟ يوم 20/9 نادي الأهلي استلم نظام وشروط مسابقة الدوري، ورقة كده أو ورق بيجي تعتبر زي لائحة كده، بيقولوا لنادي الأهلي فيها إيه؟ نظام وشروط مسابقة الكاس والسوبر ومنشور تعليمات القيد فقط. خلاص؟ يوم 1/10، أنا بس هرجع لكل نقطة من دول. يوم 1/10 النادي الأهلي يرسل مجددا طلبا للوائح، ولكن لم يتم الرد على النادي الأهلي حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. لم يتم الرد على النادي الأهلي في ولا حاجة من الحاجات اللي بعتها النادي الأهلي. وبالمناسبة النادي الأهلي يمكن النادي الوحيد، أنا معرفش بقية الأندية بتعمل إيه، ولكن النادي الأهلي على الأقل دائما قبل بداية الموسم بيبعت يقول يا جماعة ابعتوا لي اللوائح، ابعتوا لي اللوائح ان انا همشي بيها السنه دي، هل هي اللائحه بتاعت السنه اللي قبلها ولا هنعمل لوائح جديده؟ ها؟ حد يقول لي؟ طيب.